الرقم ابدا. وان شاء الله باذن الله بنوسع الى 120 الف شتله في الدوره الاحليه. 120 باذن الله، هذه الخطه القادمه باذن الله. بسم الله ما شاء الله. انا القبول بس الله يحفظك. العدد الموجود الان موجود داخله هنا 65 الف، 65 الف الجاهزه الان. نعم الجاهزه هذه ما شاء الله، شوفوا لها كامله عندنا. اي ما شاء الله. احنا سوينا اول شيء المشتل هذا وجانا الشيخ عسى الله ان يحفظه ويزيده من فضله، فامر بان نزود مشتل ثاني ما شاء الله الان زي كذا، وامر الشيخ برضو بمشتل ثالث لكن قلنا توسعه ما شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ احمد، من فضله هنيئا لك الاجر. الله يكرمك. بأن نقوم بهذا العمل يعني تشجير هذا المنطقة على حساب الوقف. الله يجزاكم خير. خط الساحل، تشجير خط الساحل، جزاك الله خير. النقل نعم بإذن الله يا شيخ أحمد. عندنا الساعة تفضل. ايضا احنا في العرضيه لان الحق انه يكون فيها لنا نصيب من المشتل. احنا بنوقع كل البلديات قلنا من جنوبا بارك الله فيك، من الطوال جنوبا الى الليث شمالا. الله يبارك المرحله الاولى الله خير. المرحله الثانيه ان شاء الله ننتقل بعد ذلك للمناطق الاخرى. الله يرفع قدرك. ما وضعنا هذا من اجل التصوير ولا من لا والله الله يوفق، من اجل ان يكون فعال. خض القسم فليقتسم، عندنا استعداد نشارك، عندنا استعداد وخاصه ناس مبارك يعني. نعم نعم اضافه الى نائب القبيله عندنا. ونعم 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 من الاخوان من فضله. ايضا الظل شجره ظليله يعني يستظل بها الانسان والحيوان، فيها خير كبير. نسال الله يكتب اجرك 75 فائده. نعم عندنا استعداد والله يوصل هي ما تخليك شجر ثاني مسكيتها الجوده مطلوبه. ما شاء الله ما شاء الله.